على هامش انعقاد اجتماع المكتب الفيدرالي سهرة أمس بمركز سيدي موسى، دشن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم المستقيل شرف الدين عمارة وأعضاء المكتب الفيدرالي فندق الفاف بذات المركز بالفندق الذي سيكون تحت تصرف عناصر النخبة الوطنية والذي يحتوي على كل ظروف الراحة والاسترجاع. Ça c'est le buffet. On a deux